فصل. هذا كان فاصل كبير شلساروا في بيان دعائم الإسلام. إسلام كثير شيء عدي وشيء ينفصلي وفي أجزائها وأساسها أساسي دعائم الإسلام. إسلام كثير شيء يعني أساس كودا انفصل واي وأجزائها أجزاء الإسلام. إسلام كأجزاء انفصل واي أركان الإسلام. إسلام كثير شيء خمسة شنواي شهادة أن لا إله إلا كرن جرن قروش واي إلا الله إله ماهن وأن محمدا وشهادة أن محمدا نبغي لما حد بذي صلى الله عليه وسلم رسول الله إله إذيك شيء لقروه وإقام الصلاة صلاة لأغواي وإيتاء الزكاة الزكاة مستحقين تلسيواي وصوم رمضان وحج البيت بيتك لنحجيواي من إنا حجيو استطاع هو من قود إليه إلى البيت بيتك انتك سبيلا جدا قود لنحجي مصنف رحمه الله ميلة يا فصل كان أمين شيغاه أساس الإسلام. إسلام كأساس يي هي إسلام كأجزاء أديس ما نرى أركان الإسلام. إسلام كتير شيء خمسة شنواء فلا يم بني ما تسمو بغيرها شنتاس ولن هاين ما تسمو أركان الإسلام مركل لين إلا فداس كجرت ما يبوا من إضافة الأجزاء إلى الكل. أركان الإسلام أركان تمانها أجزاء ذي كل جيو إسلام كي يلن الله فيه. يعني أركان الإسلام إسلام كتير الشيء أو إسلام كدسني خمسة شنوا شنتير يكدسني أساس يهو شنتاس دلن هل إسلام كمدسمة أو شنتاس بس كدسمة. أولها تنهريت ميبوا يعني الأجزاء الذي يتركب الإسلام أجزاء ذو إسلام كرتب مو شنواي فلا يكون من غيرها شنتاس ولنهاين مديو هرت إسلام ميلك جيد مثلا أركان تيرلوا يغاني أجزاء واي شنوايرني إسلام كميلك جيد. الإسلام اللغة لغة هان إسلام كميل رأي مطلق الإنجيادي هنگان سمو أو لفري سواء كان للأحكام الشرعية ليلين هنگان سما أو للأحكام البادلية ليلين هنگان سما أحكام بادل إيه أو شرعي لاين هاينين هنگان سنتي مسم إيه أحكام أو شرعي يوان هنگان سنتي تاسا مطلق الإنجياد كسبس إيه يا إسلام لره مانا إس دي بي أوكل ليو لكن شرعي يان ميلن كساي إسلام الإنجياد للأحكام الشرعية إني أذن هنغان ستو أذن إسديم تو أحكام الشرعية إن إسديم. وقيل ميلري الإسلام ميبوا هو العمل هو عمل فلو كلكم أركان تشنتها ين أولها ميبوا شهادة أن لا إله إلا الله هو أي تيقن يقينيو أن لا إله إلا معبودك لا عبدو بحق لك عابدو موجود من هان إلا الله تعالى إلهي ماهن إلهي كلية يحق لك عابدو والكلية لعابدو هدي جرم بادلو لكن إلهي كلية بس يحق لك عابدو وهو متصف بكل كمال. إلهي ميك تلمام وي كمال كامل نقشط مانتي لا نهاية له ولا يعلمه إلهي لن أغا ذكر من لا إلا هو أسليس أغا ذو ومنزه إلهي ميلك نظيفي عن كل نقص نقصان ورن يلك نظيفي ومنفرد بالملك. إلهي ميلك نظيفي بغرتوية الدنيا آخر بغرتوية ذو إلهي سيس كله والتدبير مامل خلق ورن وسمام لوا واحد إلهي الليه واحد في ذاتي ذاتي ذس واحد ذاتك لا أول وذاك ستي مجرد صفات شينا صفات الله العليا واللي يصفونا سنة اللي يلنك للي وذاك سدوما لا
afaal wanaagsan la leeyahay afaalatiidii islaamnimo wanaagsada uma leeyahay wadaagsada uma leeyahay wa anna muhammadan nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallamna liqirwaay rasuulullaahi ilaahi deegsheeyay muhammad bin abdullaahi bin abdulmudalib bin haashim bin abdimanaafna in liqirwaay rasuulullaahi ilaahi deegsheeyay oo kolkun ay rasuulungay ay rasuulungay khalqago dhanga rasuulungay hatta almalaa'ika malaa'ikadun rasuulungay wa umadoogi hore ay naftiyo hatta rasuulungay loo iyo zamiisha deero fadeen in rumaayeen waajiba kaadalay hatta anbiyaa wa culimadu ma iska laafena rasuulka rasuulnimadiis oo rasuulnimo lahan diri malaa'ikadun ka jiraana yel iska khilaafi lama qol yel iska khilaafi culimadu qaar may leeyin aha حليمي شيخ الرأي بيهقي مي جزمينا أنه لم يكن مبعوثا إليه ملائك دي ملحن درنوها مي ولي ملائك ديو تكاليف تن او شرعيه ايه او بنو آدن يو جني ينسي لكو فضاو ملكو فضاو يو إمام سيود يو شيخ تقي دين السوكي مي اون يون رجع حينا أنه أن النبي كان مبعوثا إليه من الملائكة ملائك دي ملحن دري او كلاره إمام الصبح ما يزياد أنه أن النبي مرسل إلى جميع الأنبياء حتى أنبياء أطلق الله هندري ما يوالي النبى الزمين شهد نبي الله عيسى أو آخر الزمان له بيو أو معنى ما يلي يسود حتى كتلق ما يدين تنتن إليك لغم أنبياء الله هو دير فضين رسولك الزمين شهد صلى الله عليه وسلم يون سليل حافظين أما مسابقة أطلق نساسو يون والهندري و وأن قوله قول النبي رسولك قول شيء صلى الله عليه وسلم بعثتو الى الناس كافاري ما يلاه انبياء يددكو او دان لو ما يلاه انبياء تاس ما يشم لياس من لدن آدم لاكو بالله الى قيام الساعة ان الله انبياء مانا ما يكالا لزيادة الرواية كالا وأنه مرسل الى جميع الحيوانات والجامدات حتى ما يرسولك الهندري صلى الله عليه وسلم حيواناتك ما لا يعقل كه حتى جامع يعني وحيالك جامدات كشيدو إيقو يعني إنجغن ولا إنجغن كلي بعاد كيو شيد كيو نوبد يو كلي والهندريوا ما يكالا لسين زيادة أنه مرسل إلى نفسه حتى حيوان هذا ما يجرين رسول زمين شين كوين أو اندعوه دين لنكن أن الربع يعني واكي قاجني دلي كذائرا تاس ما يدليل أنتم أنا إنير هميسيون ما هذا لو قران لي ماهين مرسل إلى نفسه oo may kala ziyadeey rasuulka taa may bar rasuulunga ya naftidiisa taa wal handiri rasuulanka iyo dhakara dalika jalaluddin asyudi asasiyagi yani riwaayi kala may jartay ahe yani fi irsali nabiyina ila al malaaika qala an nabiyyu maray wa ursiltu ila al khalqi kafa hadith muslim uriyo musnad ahmad nuriye maray may lahay indiray khalqago dhanga lahay indiri kolku in la rumay saasureed يعني توحيد كي ميكي هيرينيا إني إلهي سبحانه وتعالى واحد نمدس للرماي رسول كن الرسول نمدس للرماي صلى الله عليه وسلم ويقام الصلاة تيرر كي إسلام كي يتريهين وثاني هاكن لمات إقام الصلاة صلاة اللؤوغواي صلاة ميب وأفضل العبادات البدنية عبادة مين قيم سماس سدين قيم سماس عبادة أو بدني إيه عبادة مالية عبادة بدنية مالية سديدة سانقيب سماس عبادة بدنية ايه هو نموغطو بنانك العرقو تنفل بضن ميبوى الصلاة دوار تنكيك دون ميبوى الصونغ لماذا عبادة بدنية لره حجكنا ميبوى عبادة مالية بدنية اسكجارو قرش نكو بها ولي اذا كبهاس انقروغا ايهور انجيتك ايدا يريد اذا رهاس iyona yow haddana maanaa markii aad seeto xadki seeto in shambir joog joogde ah geey hamiin cibaado ah yasama yasma salaam maalanta sagaalad la kubilaaw tumona tumiko tum ilama tum isid antaas oo ishan taas ber yanka doran xajka cibaado la sameeyo anti kala nan garisha ko bahi cibaado maaliya badaniyo may kala jartay zakada zakada may buu cibaado maaliya oo maalki ka wal ku dhiiba sadan oo walaagaso ina wal adlay meelki yaala ah hor marsadahayd oo yaani walaalnyoga masaakinta inanka kaalmayayd oo dhowtiin aad leeyahay inagada ayaan maalki kana kanadii fowow ka barakoow yaani taasu yaani zakadaas fa farduha afrad yaani saasu
كلكن صلاه عباده التوحيد تميل كيجي بعد التوحيد صلاه لك يجي ما نوي قام صلاه صلاه اوغو شوا صلاه لو اوغو يعني واكي مي بو صلاه ففرضها افضل الفرائض واجب شيء للصوبيه وصلاه شنت صلاه ده واجب ايه وللفرائض ايه او الهي لك دو عاده سمي صلاه سان فال بدن فرائضيه ونفلها افضل النوافل سنه صلاه دل تكدون يان مي بو افضل النوافل احد ملون عذره وصلاه دس كتبوش انت اقل شيء بدائمي اما عبادات البدنيه القلبيه عبادات او بدني جن لكسوبيا وانا قلب لكسوبيا ايمانك كم اذا معرفه الهي لو وان صداكم اذا فكرك الهي مصنوعات لك فكراكم اذا الهي لتل سارد او لصبر او لرجع او خلديس لكراد نقدا او قدر شيء ايون او قدر شيء الهي لجيل سبحانه وتعالى توب لشيء انه يعني والبر هذا الا لسكو نظيف يو دمع دمع ايون او حسد يو حقد يو سويني ولا سكو نظيف تاس ما يبو افضلو من العبادات البدنية الظاهرة عبادتي حتى بدنك هايتي ظاهرك هايتي صلاة هايتي حتى إيمانك سكو فالبدا ما يوالي حديثة ما هي أروري رسولك يا رسول الله عليه وسلم تفكر ساعة أفضل من عبادة 60 سنة هل ساعة فكرتو مصنوعات الله تعالى كفكر إلهي سي خلقيي خلقكم أبوري ما ملاهي سماواتكم أبوري والدياتين فضان سنتيقن لم بكويا وصل وقت شيء دما شد اسكو باو كوكل كويا وصل لي يين يريدن سدا مامول شي انتغن هذا نفتس لكين ابوري حديد كفكر الهي ابو رسي سبحانه وتعالى فكر كاس نفتيسا فال بدن يعني 60 سنه ليدن سن عباده يكو فال بدن حديث اوروري يعني واكي مثلا ساسو تاسو كلكم معنا صلاه دسوي ياك هد توحيد بعد شيء ويقام صلاه دي صلاه دي اوغو شي واي يعني تفكر كو او لفكر او عبادة فكر اي بنا فكر كنفتية التفكر نوع من العبادة لنا فكر كنفتيس نوع عبادة كمي دهو رسول كنتي وحي لانك تجين صلى الله عليه وسلم عبادة صداية لري او غارو حيرك عبادة صداية ميك عبادة صداية عبادة مركز لان ديجي او تاسمي لري مجرنه التفكر عبادة سايتي فكر اي خلقه نسي الهي نبور الهي كدن بو يوك فكر اي تفكر كنا يعني مي بواشن نوع او كلا لنقيبي اي إلهي آيات شيني هذا كفكرت أو يعني نعمت إلهي كسي هذا كفكرت ما يوالي نعمت إلهي كسي هوب هذا كفكرت ما حبيكو دالة دا سمانا هوب هذا كفكرتو إلهي آيات شي سماوات كن آيات كبذين آيات القرآنية إيو آيات الكونية لره آيات الكونية ما يبوى سماوات كن إيو للكن إيو إريدن إي شمسد قمر كن نجومت كل آيات ما يبوى كونية آيات يعني قرآنية ما يبوى قرآن كلاهي هنين دي آيات لك فكر سيون هذا الآيان سي إلهي سبحانه وتعالى دادن هريري آيان ولهما دادن كريبين هو بدا آيات كاسك فكر تميكين دالي آيان إني إلهي انجيهي ستو إلهي يقين رمائت نعمت إلهي يديدك فكر تون ميكو دالداس محبكو دالداس إلهي انتاس نعمي كسي برواغي عافما دي كسي هو بدا ارتفيرد محبي إلهي كو دالداس أما إلهي يبوحشي يعني أبسدي سكو دالداس رغبنا دالباس معنا تنكال مي بوا يعني ساسو مايكلا يعني مايكلا دلداس فكر كاس اني اد طاعه غابيه هيتون حب هاس معنا او بعد فكر دي لا انترنت اما ما كسينها ادينا داعد لكو فدايس لفداين غد دايته ما يا سنقداس حي حشود نكو دلداس ادي بس كحشوداس يعني تاسوا يعني ماي با اهي لنكلا راي احمد بن عبد الله شيخ الرجري الحكم العدائيه وسوكو هذا لو ميري من علامات موت القلب قلبك دمشيديس علامات سميكم إذا عدم الحزن تيرن يلواي مربان تيرن يوضان والكوتبي او ضاعي بادنين تيرن يوضان جيك ميكو فوكتي جماعة دي كو فوكتي صلاة دي كو فوكتي إراسو ان تيرن يوضان تاس ميكم إذا تا قلبك إني إنجري ميك لي يعني ساسوكالكم إذا شلاي والألوالي أذو فالي او ترين بيالي أذو كورديين أذو كشلايين نيين قلب إنجريوكم إذا تا قلبك إني إنجري ناتو سياسوا ساسوك الميري الحزن على فقدان الطاعات طاعات كلاهي لوايو كتير نيوشدي في الحالي ما عدا منه هولي اذين هدن ان انكاه اني مستقبل كنا ان ديدا لها اني انا من علامات الاغترار يكم اذا تاري اي يعني واكي ساسو صلاة اللقوغو وقتش اللقوغواي اركانتي شروط دي كلي ولا ينك شاخنين كتت المامدوني لقوغوز اوغوكو معناها سيلتوكو دي شريد يما اه اركان اللتا شروط دي اللتا سنان اللتا هاي مبدلات اللتا
makruuhaada lata walaasha dhan la ogaado saasa ogowsha ka suurto as wa iqaamu salaadii salaada ogowshay waay wa iitaa uzakaati zakada siyowshay waay kan saddexaad oo arkaanul islaam kumid ah may buu ah iitaa uzakaati zakada siyowshay ay i'daa'uhaa i'daa'u salaati i'daa'u zakaati zakada la sii waay liman wujida lankii la helaw oo mustaxiqiintu kumid ah waana degdeg la ka sii xilligii bili la dhiibi jiray hoob la deera reedinin dhigtoy haddii bakii insuurto waasa dadkii mustaxiqiinti nur hoogaan adina maalkii ka xaadir eeye islamarkiina aad dhiibto reedinay dhigdo maana sinfiyaalka la siiyaa uu ilaahay ba aayaad sii ka sheegay inama sadaqa daaydaasa siiya sinfa iyo ilaahay ka sheegay faqiirkii alla siiye lanko shareed islaay malka kuusaw bal dadkaasa langiibiya sada faqiirka oo kale maskiinka oo kale yacni waa ka intaasa langiibiye caamilka oo zakad aruuriyaayo sheen zakad ani dhiibay aniga giibiyay le oo kale mu'allafatul quluuba la siiye yacni may la siiye fakuri qaabo doomon haddii jaranga la siiye walku horooye may kale la siiye masalanba ah yacni waa ka masalanba oo kumid ah la siiye qaarim lanteen likeley oo kale la siiye kan todobaad may buu sabiilullaahi dadku khusaate hoo mutadawiciin jihaadka ka tadawacayaan oo arsaagnan lahayna meelna walan ku siiyaana ama diinti ilaahay baradayan ama diinta fidiyayan dadkaas oo la siiye maana kan siyeedad may buu ibnu sabiil musaafirka yaa la siiye siyeedka sinfi yaa la siiye kolka iitaa uz zakaati zakada siyowshe waay li mustahiqiha la si taasiye arkaanul islaam kumide waay tan yacni waa kay may buu aha afaraad may nagadaasay arkaanul islaam kumid eh wa sawmu ramadaana ramadaan la soomu waay ramadaan ini la soomu ramadaan may la farad weelay shacbaan sanadka lamaad min alhijra rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii maka ku tabi madiina seedii lamada sanadka lamaad shacbaan ee taa soomnaha galanyi yaa la farad weeli rasuulka sallallahu alayhi wasallam may soomay sagaal soom oo yacni waa ka iyo soomi sagaalka soom usu soomi hal iyo kaamil hay halko iyo soddon buuhu soomi inta kale siyeedka kale naagisaad ahayn labaatan iyo sagaal iyo soomi yani ramadaanka soomow shay yusuna may buu rognon min arkaan alislaami islaamka tiirin shay kumida waa kan yani shanaad oo arkaanta rognoga shanaad may buu wa hajjul bayti ama wa hajjul bayti hada hoosta wa makorro lamada bijar wa hajjul bayti baytki lan qasad waa ay qasduhu qasdul bayti baytullaahi ta'aala ilaahi bayt si kaabada eh lan qasad waa oo may lan ku qasade lil hajji lan ku qasade walil awil umrati lan ku qasade waa ayna hajkaas ay waajibka iyo man ya hajkaas ku waajibe istadaa huwa man ka awoodo ilayhi ilal bayti baytkanti ka eh sabiilan min sabiilin jidan awood lan qala lan ki oo xaramka ba jid oo usan bahaw awoodo oo taas may lan jeed azad wa raahila ka fasran wal mad lan ki ba zaad iyo raahila helaw horan jeedi hanagad zaad ci ngurisha helaw raahiladii ana helaayo gaadidkii la ka safaraa isada dayurad oo kale helaw ama hadii meel dhow roogo nusub lugaay karo meel lama bir lan socdo wal ku dhow hadii suroog markaas lugaaye laakiin lama bir meel lan socdo wal ku badan hadii is masaafan roogo markaas daabi in helwa may la raay yani hajka sharaayicul qadiima ya kumiday sharaayicooyinkii mudoogii hor sameey jireen may la sheegay naba majara illa wa qad hajja maamin nabiyyin illa wa hajja naba majaro leeri illa hajjan bahilay culmada qaara khilaafan oo istisnoodayan naba huudi naba saalaxa oo kale iyo khilaafan ayo nafti oo taa xajiyan alilay may la sheegay aadam calayhi salaamu abuna aadam inay xajii jari afartan sina hindiya ku xajii jari usoo lugaayo ciisana saas oo kale usuna xaji qabla rafcihi ila samaa samadin ilin kor weelna yaa xajkan bahi usuna xaji may kale la sheegay annahu anna ciisa yaxuju inay xajii doono bacdaa xiina yunzalu ila alardi ila nabi illaahi ciisa samadalan kor weeli aakhiru zamaan habaha doon yala dijii doon yacni dajaala dili doon aakhiru zamaankii markaas eh kolka nabi ciisan usuun xaji ee horenan xaji gadaalna markii laha dijiyoon xaji doona la rimaana hadiid may ka sugnaaday manqalaa nusukahu xajka cibaadidiis acmaalis lankii gududo wa salima annaasu min yadihi walisaanihi dadkana ganyaashay iyoonayo lisaanshay ku badbaadaan wafira lahu maa taqadama min dambihi dambishay wali hormariya la dhaafe wamaa taakhara waa yacni waa kay saasu masalan may kale la sheegay hal dirham oo halinko eh oo aad xajkan dhiibas may leekaaday yacni
مليون او كلا المليون او كلا لك هذا يعدل الف 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 دلس كدر ما الى مليون مليون يلك هذا فيما سواه هذا يعني ساسو كل كن رغنو شنا افراد ما نغدي يعني رغنو صوم رمضان و رمضان صون شوا رغنو شنا ما بو وحج البيت بيت كلا حجي واي من حجيو استطاع هو من كود اليه الى البيت بيت كنت كسبيلا من سبيل جد نود كعبدي لنجسد لنكيبا ودوا ومضوغي هور ساسان حجي جران اللي لنجسد حج كاسو شنتاس رغنا يا واجب الليمان وما حج البيت في قوله تعالى كسونا هذه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا نهري تاسو يعني واكي هذا كردو شالسك هايسد والكر روي حج يلا ريو حج يلا ري لما ذب جرع مثلا هاي يعني ساسو هاي كما قال علي بن محمد سيدك قولي أوكي لما ذب الكر روي كر حج أما حج لما ذب هاي أي داسن إلهي كعدة يحج كواجب وشيء دتك كواجب واري دتك هذا نقولي له ساري دتك لون ما فقير أنت ما يا لانك أول ذلك كواجب لري وأنا ما يبغى عبادة عمرية أي لره عبادة تو ما يبواها سنوية و عبادة تو ما يبوا يومية و عبادة تو ما يبوا عمرية و ما نه عبادة أو سنوية يعني يومية ما يبواها شنت صلاة دو في كل يوم وليلة واجبين يعني عبادة تو ما يبواها سنوية وها سنت كي بالتوك لا يصومس سنت كي بالتوك مالك والكدي بس سد الزكاة إيو مالك zakada iyo neyo yani masalan ba songa ibada sanawi aw sanadki ba hal tookale wal ku dhiibas bas yani haddana sanadki ha wareegay hal tookale ay soomas ta sanawi u maana ibada yawmiya ana may bu aha salaadiyu fi kulli yawmin wa laylatin akhiran tanti al ku dhimadas wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqinu fi kulli yawmin wal kofada anti ba agla qabta ta jirna wa fadas sareerta ji fadi fadas agla galay kiirantu mukallafka هو بعقل لقى بعض قبته عقل لقى إنك ده درسنا والكو فضيلة نجاس كده هجر هو فلاس ما إنه هو بنهجر الصلاة دو كتبه أدو صلاة دو كتب سنت خاتمه مكرم التص إلهكم إن قد والعياذ بالله ما معنا هو هذا جرن تلون هتا هو لانكين ويسى يدو وايت هتا يعني واقف سكتو كده أصله نجاس كده هجر ويسى وايت سكتو كده أصله أنت قلب قبها حاضري هو بنتون لقى جي كون والكو فضيلة الصلاة بير عذر أو يلا تمل أرجعو لما عذر بس يلا توسني إن شاء الله دهنه kolku yaani saasumaana salaad oo ibaadad ma kale jirtee umriya ah umraga anti dhonyi hal toq ya haj la koofade bis anti kale oo badkana nagsata baraki i khair siyaasati u maana laakin anti oo ho istidaacada hel sanadki aad istidaacada helo oo 4000 iyo 5000 dollar say aad hakin galan galan haanki shaqaysade meeraaso ajkaan ka baasol koofade maana khidmad dikas yogi yani wa ke ulada ibaho bad nafaqad iyo walaasho miilada saarta kolkun adlay walaan in bilaawdeena horan si waday sanadka dem wal ku rooji yani dhatan dimadaaso walaay ko dhamaada waajibka ka saaray imaana hoban taas baad hel istidaabad hel haji wal ko fadhay umraga oo dhan halkaas bese ya haji umra lo ko fadhay gaasi wal kal mal ko fadhaw kolkun ibaadadana oo hadar kaante laakin tawxiid kiin ismay buwa kaas يا يعني ما يعني تاسمي لريها قلبي يا لره دائما والكو فدا في كل يوم وليله قلبك توحيدك كسونا او الهي رميسنا تو رسول شي رميسنا لكن اركانتن كلي افرتن والكين غيبي معنا هانن يوميو صلاتي اوكل يوميا وليليا هانن ماي بو ها سنوي وا ها سون رمضانكي اي حجكيو هانن يوم ماي بو عمري يان عمرك انت دوني هل توك بس لكو فدا ساسشلين اركان الاسلام نغيب سمايان هاي يعني ساسوريت أركان الإسلام إسلام كتير لشيء خمسة شنوا شهادة أن لا إله إلا كالنجرن قلو شواء إلا الله إله ماين وأن محمدا وشهادة أن محمدا نبقي لما حد بذي قلو شواء رسول الله إله إذك شيء وإقام الصلاة دي صلاة أغو شواء وإيتاء الزكاة الزكاة سيو شواء وصوم رمضان رمضان لصوم واي يعني وحج البيت بيت حجيو شي واي من حجيو استطاع هو من كوضو اليه الى البيت بيت انتك سبيلا جد اول فصل هذا كان فاصل في بيان جميع ما وجب به الايمان فصلك ميلن كو هذا اي او يعني ترجمه يري ان سمي لنك شرح شارح قبو في بيان جميع ما وجب ولواجبي
به بما واجبي الإيمان إيمانك واجبي والبراهين الدالة حجوين تسيايان على حقيقة الإيمان إيمانك نتيس تسيايان والكواجبي فصلكم هذا له أركان الإيمان هذه أركان الإسلام يا هايتي يعني واكي حديث أن بني الإسلام على خمسة حديث يرأي أربعين ورياي ورسولك نيشيكي صلى الله عليه وسلم كاسد دليل هاي أركان الإيمان إيمانك أركان تي ستة لواء أن تؤمن أنت إن رميت بالله إلهي واحد رميت واحد وبملائكته وأن تؤمن إن رميت بملائكته ملائكة الله إلهي ملائكة رميت واحد وبكتبه وأن تؤمن إن رميت واحد بكتبه كتب الله إلهي كتاب يالشي رميت واحد وبرسله وأن تؤمن إن رميت واحد برسله رسول الله إلهي رسول يالشي حدر سدي دور شيء خلقه دور شيء هايين رميت واحد وبالقدر وباليوم وان تؤمن ان رميت واي باليوم ما لن رميت يوم كاسو الاخر او كما دنبس كهاي اد رميت واي او مالنتاس مالن كو دنبويت كلا دنيا جران مالنتاس ني دي دونت اد رميت واي اي وال الاول او شملي ذا يوم الاخر كاس نتيس شملي وبالقدر قدر رميت واي خيره خير القدر قدرك خير شي اد رميت وشره شر القدر قدرك شرتي اد رميت من الله تعالى إلهي شكو أهذا يان أذر رميتوا أنت نميني إنك شاكي مصنف رحمه الله يعني أركان الإيمان إيمان كأركان تيس إلان عبادة ما يبوا قفك مركيوس إيمان شئي عقيدي دي ساتلسان تو مركاسا عبادة دي سانسحاس كلكن لمدي أو أنك وين ين يني شاكي قاسي أحكام تيا قلفة لمانا أركان الإيمان إيمان كتير شئي ستة لواي اي فإلافة الأركان من إلافة المتعلق له يعني ما يبوا جميع ما وجب الإيمان به والأول واجب أو رومانتيو أو تسيايا براهين أو حقيقة الإيمان تسيايا له معنا هرت إيمانك ما يلن لجيد إيمانك ما يبوا التصديق القلبي رمايو أو أفكك هذا العاسم إيه قلبك هذا كرمايس إلهي واحد من يسو آهي يعني ساسو مثلا فالإيمان اللغة إيمان هذه اللغة هان مطلق التصديق يو رماي كين رماي هذا الكلام هذا شيء دي كين رماي أوكل مسمى إيه رسولك ولا شيء دي رماي أوكل مسيبلا وجيك هانا كذا لي كين رماي إيمان ساسا اللغة هان لير مطلق التصديق ريو سواء كان بما جاء به النبي أو بغيره ولا هذا رماي أيت والنبل كوي صلى الله عليه وسلم لي رماي تا أما لانكو كل ولا شيء هذا الكل شيء لي رماي تابه مطلق التصديق على رأي لغة أهان هذه الهرطة لغة ما يلون نجيد لغة ما يبوا كلمة دن أفكان أيس كلها عربة أيس كلها كلمة دن عربة ما إنك سايان أفشو أي لغة أهان إيمان هذه الهر آمنت رماي أن يرتي هبلو هذلك هذا الشيء دي آمنت بكلامك كلامك كوا رماي يرتي مثلا هذلك الرماي لغة أهان ومعنى لغة أهان لغة دو كل كن يأيو الشرعة مسكيرن هذلك عربة سينك سايان بس أيو معنى لغل. لكن شرعيا مي ولي الأولي أو استلاحة لرأي مركز والأولي إسلام كبا مركي كوي إيمان لن قردي أو استلاحة لقل يسد هذا إيمان سلن لجيد لري تاسا شرعيا لرأي استلاحة ولرأي معنى استلاحة مي لرأي ولي دقوم إكهل يان هان إحان نين هذا إيران يستلاح لرأي ويو أرنتاس إنك سايان سيكال كلمة ذات كلمة ذات كلمة لكن يوم غورتو غاب غاب كسان كسايا مثلا مديا درتو اسدلاح ميلة ري لنكو دير اوكل يسي دقوفة فرقوف ميكي لين لنكو ارغاي تيها ديراغن ايها غابو ارنيرن مثلا ساكي لين قولكم مركي ميلين هبلو لنكي دير لي هبلو غابو يلين مثلا همي لنكو ديريبا مي غابو انلتي والكي هلي يلي ليمانا فلا يعني ميلة ري يعني فلا مشاحة في الاسدلاحي اصطلاح ملك الدودة ومانا شيئاً قفكن دفكن انسان دي جيسيني سان كسان دودنا مجرطو للي كلكن اصطلاح ساسا لري شرعياً كلكن شرعي عدي اسلامك وللك اصطلاح ايمان ما يبوا التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبجميع ما جاء النبي نبو وللكوي نمان اني للرمايو او مما علم من الدين بالضرورة دينك اهانا الضروري لنقادي وللك قسب نيمانا لا مطلقا يعني ومعنى التصديق هو حديث نفسي التابع للجسم نفتا إني أذنك شيكويت إلهي واحد نمدي سبحانه وتعالى
rasuulka rasuulnimadiis adan ku sheekoyto oo waanad oo yani sheekadaasna sheeko markoo lay qalbigaa ka dhiiday kubatiin haadan lil jazmi aw maana jazmi aw masalan kolkun sawaa'un kaana al jazmu an dalilin markii aad wala jazmiyaas qalbiga galadaay daliilan haysate ha way samaa macrifa leere misma ee daliil man haysato langa kiin sheegay adina saasay rahayd oo an taqliidin wa langa saarsadahay masalan wa macna hadithu nafs أن تقول تلك النفس إني أرتو أو قلبه إيه رضيت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والأول النبغ لكوي ديارا أها خالين أها أذ أرت تاسمي لره التصديق الجازم تصديق الجزمي سنفتان كشيكويتي إني والأول النبغ لكوي صلى الله عليه وسلم أذر حال لكت إيمان كساسو مانا أركان الإيمان إيمان كتيرد شيء ستة لواء أن تؤمن أنت إن يظهرم أي تنهري تميبو إن يظهرم أي تو بالله تعالى إله يظهرم أي أولها إيمان تقليد وهو الجزم بقول الغير معنى كل يعني أن تؤمن إن يظهرم أي تو أي بالله إله يظهرم أي أي بأن تعتقد إن هذا اعتقاد ذو على التفصيل ششل لك نام بأن الله تعالى موجود أي سبحانه وتعالى إله موجود أي قديم أي باقي مخالف للحوادث حوادث خلافه مستغن عن كل شيء شيء كسمرني قادر اي اله مريد اي ان تاسرهم ايتو معنا ان تؤمن ان يظهرهم ايتو بالله تعالى اله يظهرهم ايتو لا واحد مدس هي يعني في ذاته وصفاته وفي افعاله واحد يظهرهم ايتو والبكامل ان واجب وبنقصان ان اله كل شيء يظهرهم ايتو وكتبه وان تؤمن ان يظهرهم ايتو اي بكتبه كتب الله اله كتاب يالشي او الهي هدرسدي ان يظهر مايتو ان تؤمن ان يظهر مايتو بالله تعالى اله رمايت وملائكته له وان تؤمن ان يظهر مايتو اي بملائكته ملائكه الله تعالى اله ملائكته سين يظهر مايتو او ان اد اعتقاد دو ملائكه الله اجسام او نورانيه اني جسم نوري اه او لديف اي معنى ميغلان هاين بلان هاين خنسن هاين او لا هاين اهن لا هاين والاول الهي شيكو كوي برميسين ان امانه ان دمانه انك احسدان ان دلان ان دران ادرم ايتو مانا او يعني اعمالي انه لن ابتغان ما يور يوبا كاتبين اه يوبا والبعض كاد لا ابتغايان يو اعمالي ما لا ابتغاو تكاليف قرب قصار ما الحساب تماو ما يول لانهم الحساب يوبا دد حسابه اعمالي ما الميزما ما يول سيئات بملب هدوتي مع الجن والانس الله لكل ميه شفع عدونان في عصاتي بني آدم ان شفع عيان مؤمنين تارق عيان ملايك دول عرق دون جنود الكارق دون جنود قلايان او يعني النعمة ديريان بما شاء الله تعالى كل ملايك داس الهي ليه او الهي سبحانه وتعالى سفضاو ان اذيك سدو كو هدي فضاو روبك لنديبا روبك ما مولو سد ميكايل اوكلا يعني واكي مثلا من جبريل اوكلا انبيد الهي اللي هنديه رسالة اللي هنديباي إسرافيل أو كلبون كافو في عزرائيل روحي و منكر إيو نكير نيون يعني واكي مثلا بأفرق إيو خلوان إيو جندا مامولي مالكنا نارتا مامولي رقيب يعتين لنكست بل جران آهي ملائكو ساسة إله إليه سبحانه وتعالى أدرهم أيتوا وملائكة ملائكة الله إله ملائك ديس أدرهم أيتوا وكتبه كتب الله إله كتابي هالشي أدرهم أيتوا يعني واكي ما لهي إلهي ما يهدري سبحانه وتعالى سمدن يطلقون إلهي يسي أبوري سبحانه وتعالى مركز إلهي ما يهدري في كل وقت دستور إلهي يهدري أو ديني إه مامل أو ديني إه يا إلهي يهدري أي لهندي بي خلق شيء دور شيء لنك يوسف الله هندي بداي كتب اللي أرى كتب تاسا درهم أيتو وكتبه وأنتم منا إني درهم أيتو كتبه يعني بكتبه كتب الله إلهي كتابي هالشي درهم أيتو يعني ميل الرمايو كاس ميل النجيد كتب تل الرماية سدو معنى الإيمان بالكتب التصديق إن الرماي بأنها كلام الله المنزل إلهي كلام شيء له ديني على رسله عليهم الصلاة والسلام رسول إسكورشان الله كديجي والأول أن يو كتب تاسي كل مين حقيين معنى آهي ساسو مثلا نزول كذا نبي أن كانت مكتوبة على الواحد الواحد اللي كابتو قد توريد دي أوكل مسموعه والديق من السمع بالمشاهده اه يعني ساس مثلا او في ليله الاسراء اوكل او في من وراء حجاب صد النبي الله موسى ديد الله وحيودي اوكل في طور سيناء اوكل مسمالك مشاهده وهكين دغيكين شيغه
saasu malaa'igdaas aad rumayto. ilaahay yacni soo nin sheegow mayn erey wamaa kaana libasharin an yukallimahu llaahu, bashar ou la manhaan ilaahay inii la hadal ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuulan fayuuxiya biidnihi maa yashaau. saan qiibsamaayan maanaa oo macnaha bashar ou la manhaaneer ilaahay inii la hadal basharkaas ilaa iixaan walan waxyoode ama min waraa'i xijaabin sida nabiyullaahi muusan dhiidi oo kale aw yursila rasuulan uu malaga laha dire fayuuxiya biidnihi sida rasuulkan dhiidi oo kale sallallahu calayhi wasalaam. ahi yacni saasu kolka may buu ahaa kutubtaasoy inii aad rumaytu waay kutubta ilaahay badinyin aad rumaytu masalan 104 oo kale shuhrooben iyo la sheege 104 wal sheege 100 may baan badinyin suxuuf wargadyaalo oo nabashiisi iyo nabiyullaahi ibraahim iyo yacni nabiyullaahi aadam iyo laandadigyaay saase wargadyaale ah. laakiin 4 kitaaban kuwiin may buu ahaan tawreetun lisayidina muusa lahandiji iyo neyow yacni waakay may buu ahaan zabuur oo lisayidina daawuud lahandiji, injiil oo lisayidina ciisa lahandiji, furqaan oo likhayri lkhalqi sayidina muxamedin sala allahu calayhi wasalam lahandiji. 4taasaan kuwiin inta kalena suxuf oo kalen badinyin kulli shawalbi ilaahay kitaab ee ku degi oo dhan inii la rumaayo waay. waan tumina inaad rumayto waay bikutubi kutubillaahi ilaahay kitaabyaalsheed rumayto warusulihi waan tumina inaad rumayto waay birusulihi rasuulillaahi ilaahay rasuulyaalshay aad rumayto waay. waahum rasuulu ilaahay may buwaa afdalu cibaadillaahi ilaahay addoominshay ha aan fadl badano ilaahay ma eray subxaana wa tacaala wa kullan fadalnaa cala alcaalamiin, dhammaantii omay ku fadlinay caalamka oo dhan iyo ku fadlinay ambiyadii rasuuluhu. kolkun rumaayo shamaylin la jeeda inaad ictiqaadido galbaga galato ilaahay subxaana wa tacaala inii khalqagan oo khalqagankan eh rasuul oo migal eh handiri bilaanqoo rasuulla ku weeli majar, jin oo rasuulla ku weeli majar, banu aadam waay oo migal ayo rasuul ilaahay doorshihay ya ku weelay cadadiyo nama ogaado kor ilaa ilaahay la ogaade. maynka horeeye aadam yanka horeeye, maynanka dambooye rasuulla, waananka fal badana sayidina muxamed sallallahu calayhi wasalaam. dhammaantiyo rasuullo kullishoona min nasli aadam lay ku ahaadeen, aadan abtirshay lay galaayan awsha kullisho aadam lay may ku run sheegana wal alla wali aqwaal ee la hadigi oo dhanga ku run sheegeen yacni waakay wali deersii leri deersiyeen taasu rasuuliyo ilaahay doorshay ee ini la rumaayo wal alla waliyo la kooyagna la rumaayo. waantum ina inaad rumayto birasuuli rasuulillaahi ilaahay rasuulis aad rumayto waay wa bilyowmi wa antan shanaad may buwa waantum ina inaad rumayto bilyowmi maalan rumayto waay yoonkaasoo al aakhiri dembe aad rumayto ini maalintaas jarta aad rumayto wal alwali maalintaasoy oo yowmul aakhir kale sheegahay wali shamliin aad rumayto kal xashri oo kale oo dadkii quburti ilaah ku biyay binaankoo la kashariye halinkoona min ladun aadam laa ku bilaaw ilaa yacni aakhiru zamaan walba dhaladeen nafba laakridi kulli laa shariye binaankoo lan iskashaane tayeeda aad rumayto lan halinkoo fakoda un jar dhuumada un jar xisaab ini jarta markii meeli la kooy haddana wali seesaabe xisaab yacni iyo dhiyaas haddana xisaabtii markii la ogaado haddana abaalmarin adhiyaas imaa ila aljanna wa imaa ila annaari yalan shalbahe ini dadka yacni fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir yalan shalbahe maalintaas ini ada jartaad ogaado maalintan geeka dunya eh yowmu dunya lera dunya la rog barahoobaad dhimata bilaawas yowmul aakhir miil dheer ma jarto macnaha man maata qaamat qiyaamatuhu lankoob dhimata qiyaamishay bilaawi ada reer aakhiraada nagati yowmul aakhir yowmul aakhir ibalow reer aakhiraada nagati maraano yowmul aakhir maana hooba dhimada bes reer aakhiraada nagati bilaawti maana yowmul aakhir wala lan eri ma ay liannahu laa layla bacdahu walaa nahaarahu maalanku dambooyt iyoonayo hamiinku dambooy majara maalintaasaanku dambooyt maalintaas qiyaamo hoobdha aakhiru ayaami dunyaawu falaysa bacdahu yowmun aakhar yoon kale gadaal sheekooyaw majara kolku maalintaas i wali shamliyow ilaahay hortiis lasurumaw laki xisaabow yacni mithqaala dharra lakin xisaabow dhuura casada wasiinsha wali ee kheer eh ama sharee laki xisaabow aad ogaatu maana xisaabkin yaala qofku banu aadamkee mudlaq musu eh lan la furay lasii daayay wali fadaw hadalaw muslim boo adeeto maaha wali fadaas hadalaas wali fadaas suubiyaas mihidi lan kontoroolog malaa'iga lakin hal saari wali afkaha ku bah xataa alaniina fi lmara laa raa wlmur xataa jibeedka lanka iraw hataa wal abtugay wal kala sudhaaf
wal alwali abka afkaku baha wal hisabuhu adhoban kwargam walking hisabai adawti igra kitaba kalkare maalantaasna darba tolfada yowmul aakhir leraw adhumaytu mana oo maalanko dunboyti hisabkin yaal wa bil qadri qadar adhumaytu way kan lihad may buwa wa antum ina in adhumaytu bil qadri qadar adhumaytu khayri khayri al qadri qadarka khayr shay khayr ilahi qadare sharni ilahi le qadare laakin sharti ilahi raadama ka ah saas darteed anbi hadri humaatada sameey kulli wala dhanba dad ku reebayaan ya hadri kol in adhumaytu qadar khayrna ilahi qadaraw sharni ilahi qadaraw min allah ta'ala ku ahadayn lamadaba yaani rumayaw kuma ilin lejeed in aad i'tiqaadido qalbiga giliid anna allah ta'ala qaddara al khayra wa sharra ilahi khayrna qaddari sharna qaddari amaw qabla khalq al khalq makhluqat kin la abuur hortiyo samaawaad an jarn dulan jarn arshi in jarn hortiyo wal kasta laga dari ilahi qaddari subhanahu wa ta'ala wala ad nagada doonto ama sameey doonto ama aaytaanka nagada oo dhan hore lan qaddari adib lakin abuur rumana وأن جميع الكائنات والبأها هذا ونمانتيو بقلاء الله وقدره والبكهم كنت حديث ليو إلهي قدشي قدرشي والإلهي كورقب لي إلهي دوني لي مانا كل كم يبوا اعتقاد أو جازم أين هذا لكويتو أو بذلك من غير نسب برهاني هذا لكويتو ستوسة والبأ يعني إلهي قدري رسولك صلى الله عليه وسلم يري كل قلاء كل شيء بقلاء وقدر حتى العجز والكسل والكيس شيء كستمي هذانا إلهي قال لي شيء قدر شيء هذا حتى عاجز نما إيو يعني ما يبواهن دوغن نما إيو الكيس نوغ حتى إلهي قدر شيء لي هذا حديث مسلم وريو مسند أحمد نوريو ميلك الرسول كميري صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد بالله أدوغ إلهي شيء مرما يو حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا كرما يو فواو الترمذي امام الترمذي وريي معنى ولا حدلني شيغاي كل شادي دليل لا كو قاده معنى قدون الله ما يوم جر الى اسكرو ما يوم قدرك خير كشرت كرو ما يوم لمد بالله قدر معنى حديث مسلم في دعاء الافتتاح والشر ليس اليك حديث رونس سلاو والشر شرط ليس اليك اله ود ملك نسبه يوم فمعناه ما يبوا ولا شر يتقرب به اليك شر او اله ود ملك كدواده مجرته معنى أو لا يلاف إلي إلى الله أما شرط إلهي ملك نسبه ولا الوليه ماته ميل ري نفتي شيطان هشيكو أهدا غير ري معنى تأذيب أساسا لي معنى لأن اللائق ميبوا لا يلاف أو لا يلاف شرك ملك إلاف إلى الله تأدبا لكن قدرهن إلهي ليله لأن الخلائق نسبة الخير لله خلائق ميبوا صد اللائق قال مو إني خيرك إلهي لن نسبه شرطنا نفتتي ذا لن نسبه تأدبا إلهي ميري سبحانه وتعالى أيدس ما أصابك من حسنة فمن الله والأول وناك أذك أصيبه وناك أذيبك أصيب فمن الله فهو من الله يكو أهدي من عند الله إيجادا وخلقا إلهي أبوري إلهي أهيسي وما أصابك من سيئة فمن نفسك يا إلهي والأول هما تأي أذك أصيبنا ولا أذك أصبتي إليه ibaki di murwaki di dambada kasbati lay wali kala ilahi king afiyaha yakub badan maana subhanahu wa ta'ala wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wal al wali alasan asiba masiba ganyagin wali kasbadan sabab sholay ku ahadan kolkin yani may welay li anna al qur'an yufassiru ba'dahu min ba'd quran kamay leray ba'd shay ba'd kal ya yani fasire kolkin saasurit in ad rumaita خير يو شر من الله تعالى كو اهادنا ادرهم ايتو واي ايمان كركان تسنا لتاس ايمان كركان تسنا لتاس انغدن اركان الايمان ايمان كتير شيء سته لواي ان تؤمن انت ان ادرهم ايتو اي بالله اله ادرهم ايت وبملائكه ملائكه الله اله ملائكه ادرهم ايت وبكتب كتب الله اله كتاب يال شي ادرهم ايت وبرسله رسول الله اله رسول يال شي ادرهم ايت وباليوم مالن ادرهم ايت هاني هور بابلك جليان ما إلى راي ورسوله وكتبه وملائكته إلى راي إلا ما يبوتي هورين دوين أنتم من بالله أن دوا يهانس هذا كي هو بدير هذه كلكم وبل يومي والهنادي إلا وقت كي كلكم ولا هو بدير هذه جارو بجرور كي ساز درادي جوال ما هنگ نجاي ما حي دتك يعني واقعي مثلا عربي ليه لا اليوم وبل يومي يوم أدرهم أي تو أيون كاسو على آخري ما يكره هدنا لراي
هان كلا بمال جلينة ثان ماي بالن جلي إلى هان كناغي إتمام عن إتمام لما دم والله أتقول هان فول بيوم كاس آخر كحساب تنا لك الإيمانة قدر كنا ساس أكل وبالقدر قدر هذا رماي تو خيري خيري القدر قدر كخير شيء وشري شر القدر من الله تعالى كوهذين هذا رماي تو هاي أركان الإيمان يوم ميلان إنك لماتي يعني واقي ساس واي حدنا ما يصير شجعه مصنف رحمه الله فصل في بيان مفتاح الجنة جند فراش لا عديو ينفصلي جند فراش مي وهي كلمة التوحيد واي وكلمة الإخلاص واي وكلمة النجاة كلمة دي أو إلهي لك واحد أي كلمة دي إلهي خالص أيتي كلمة دي أو عذابك كوبيد بهذه سيو ومعنى لا إله إلا الله معناه ما يبوا لا معبود كل عابدو بحق حق لك عابدو في الوجود أدون كن لهذه مهانة إلا الله تعالى إلهي ماهن ومعنى لا إله إلا هك المجر إلا الله إلهي ماهن معنى هذا ما يبوا لا معبود كل عابدو بحق حق لك عابدو في الوجود كون كن أدون كن لهذه مهانة إلا الله تعالى إلهي ماهن معنى هذا ساسو مثلا آهي تاسوا ومصنف كمين اللي يا رحمه الله وقد ذكرت في القرآن كلمة أو لا إله إلا الله القرآن كده حديث ما يلك شجع إليه في 37 موضعا صدق إياه نيو تضرب موضع يلك شجع مصنف رحمه الله مين اللي يا ومعنى لا إله إلا الله معنى هذه لا معبود كل عبدو بحق لك عبدو كائن مهانة في الوجود يدنكم الحديث إلا الله تعالى إلهي ماهن لا يستحق أن يذل له كل شيء ممذ ذو شيء كس إني نسذ الله يوه إلا الله تعالى إلهي نسذ الله ما لان كلان اللي سذ الله يكره أو يعني إلهي إنهاين مجروا سبحانه وتعالى كلكم كلمة أو لا إله إلا الله إيه يعني ما يبواها يعني ساسو أو ما يبوا معنى هذه لا إله إلا الله والمعبود بحق و إلا الله المعبود بحق في اعتقاد عابد هاي يعني ساسو إلهي كلي لا إني لهم أيه أو وحي على كلا والكلا لهم أيه وإن جرنوا مثلا أنت بس أيك كوبن تمعنا ومعنى لا إله إلا هك المجر إلا الله إلهي ما هنا معنى هذا الجديد ما يبوا دبته لا معبود لن لا عابدو بحق لك عابدو في الوجود يدونك الحديث مهان إلا الله تعالى إلهي ماهن والله سبحانه وتعالى.